سيد خليل، أكيد حضرتك بتعرف أنه أي واحد فينا ممكن يقع بأخطاء بمرحلة الشباب بسبب الطيش والجهل. ما فهمت عليك. قصدي عندك شيء ممكن يفيدنا بالتحقيق، بس ما حبيت تجيب سيرته قدام المدام لأنه ممكن يكون سري أو شيء. على فكرة أنا رح أقدر إذا كان هالشي خاص ورح أحفظه. كمان ما فهمت. شي حدا أزيته سوا وعم يسعى لينتقم منكم مثلا؟ شو هالحكايات، ما فيك شي أبدا. نحن كلنا ولاد عائلات كتير محترمة، أكيد ما لنا أصحاب هيك مشاكل يعني. طلع، بدي نبهك إنه هالعائلات المحترمة صار مقتول اتنين منهم، والمهم إنه انقتلوا بنفس الطريقة على إيد قاتل لساته عم يتجول بيناتكن، وما عاد عنا وقت. فإذا خطر ببالك شي ممكن يفيدنا بالقضية بتمنى إنك تخبرني. رح خبرك، تفضل. إن شاء الله. بتمنى ما أكون زعجتك بأسئلتي، بتعرف طبيعة شغلنا. أستغفر الله، هذا واجبك مو مشكلة. خاطرك. من باب التذكير مو أكتر، لحتى تنتهي التحقيقات ممنوع من مغادرة اسطنبول لو سمحت، وشبابنا رح يخبروك بالتفاصيل. عراسي. احترامي سيدي. بدي اياكم تدوروا لي على عنوان نعمان هافارلي باسرع وقت. كتب عندك نعمان هافارلي. كتبته. كمان بدي تدوروا لي بالجرايد عن الاحداث يلي صارت من 25 سنه لهلا، يمكن يكونوا هرجال عملوا شي مشكله او ارتكبوا شي جنحه، وممكن يكون في حدا بده ينتقم. انا وصباح صار لنا اكثر من ساعه عم نشتغل بهالموضوع. منيح برافو. صحيح مثل ما بيقولوا أهل الأمثال، جحا سبق أبوه فعلا. الله يلعن هالحظ، هدول شو جابون قبلي؟ مين هنن هدول رفقاتك؟ أجوب وكمال؟ بعدين أنا ليش مالي سمعانة فيهن قبل هلأ؟ مو سمعت المحقق قال إنهن ماتوا؟ إيه بس مدامهن قراب منك كل هالقد، ليش أنا ما بعرف فيهن؟ بعدين ليش ما كنت تلاقي فيهن؟ إيه شو بيعرفني ليش ما التقينا يعني؟ بتعرفي هالحياة مشاغلة كتير. طيب ليش قبل هيك ما حكيت لي عنهن؟ والله ما بعرف، كانوا بفترة الطيش قبل ما أعرفك. كأنه حضرتك في شغلات كتيرة مالك حاكي لي عنها، ما هيك؟ اف قر 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 قر. ايه والله المحقق ما سألني قدك انتي، نزعتي لي مرائي. بسطي رايح. طيب وقت اللي طلعتوا من المحل ما شفتوا حدا غريب كان عم يحوم حوالين المكان؟ لا سيدي، حتى كان الجو أهدى من غير أيام، لدرجة أنه ما انتبهنا أنه كابلات الكاميرات كانوا مقطوعين بالمحل. طيب وأنت ما لاحظت شي بهاليوم؟ بنوب ما كان في شي غريب. أيه. على كل حال شكرا كتير لتعاونكم معنا، تفضلوا تقدروا تروحوا. الله يعطيكم العافية يا سيدي. يا ريت لو كان فيني ساعد، الحقيقة أنه نحن مقصرين معكم. أستغفر الله حضرة المدير، هاي استطاعتك. يلا بالإذن. شكرا. على هالبيت لك كيف قتلوا لزوجي؟ كيف؟ خدي حبيبتي. لمين هي الشوكولا؟ عمو فيني أنا أكلها؟ إيه ليها. تعرفي أنت حلوة مثل بنتي الصغيرة. بس ماما قالت لي إنه بابا مات وما عاد عندي أب.
نحن شغلنا هون خلص يا مدام. حابة تمشي معنا؟ ايه طيب. حاولي تكوني قوية مشان هالطفلة. الله يكون بعونك. شكرا يا بيك. يلا لشوف. يلا يلا امي. تفضلي مدام. ايه كيف وقعت؟ ايه قلنا كيف وقعت؟ ما نوجعت؟ يلا حبيبي عنو. مرحبا هدى. اهلين وسهلين ناريمان. مرحبا. اهلين. كيفك يا قمر؟ منيح. نحن بدنا نعتذر منك لانه صار وقت النوم هلا. ماما مشان الله خلينا شوي. إجا وقت النوم يا سيد ماجد وما بيصير تخالف القانون. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. وانت من أهل وانتو بخير. أبوكي بالبيت؟ لا والله لهلأ ما أجا. قبل شوي اتصل وقال إنه بده يتأخر. طيب أنا جاي مشان أخذ كتاب من المكتبة تبع أبوكي. إيه طبعا تفضلي. طلعي جيبي الكتاب لبين ما جهز الشاي. خلينا نشرب كاسة شاي مع بعضنا. ماشي؟ ماشي. يلا. كتير منيح. شايفة؟ أول ما طلعت لقيت الكتاب قدامي. فرجيني عن شو عم بيحكي الكتاب؟ الرشوة. أثار الرشوة في المجتمع؟ شو بدك بهالمواضيع؟ إيه هاي المواضيع عم تشد اهتمامي بهالأيام. بالله؟ يلا تعالي نشرب الشاي. أشرت لك هالفواكه. لو بعرفك جاي كنت جهزت حالي. بسيطة. إذا جاي عبالك شي بس ناديلي. أنت فيك تتيسر. أنا حابب إني ضل حالي هيك طول الليل. ما بدي شي منك. خليني ضل معك خليل بيك. هيك أحسن لك. روح خلص. أنا بالفعل حابب ضل حالي. بكرة الصبح تعب كتير. أمرك خليل بيك. انتبه يا كمال. لا تدعس فوق القبر. قوم من مكانك. هلأ إذا تضايقوا الشباب بينزعوا لك مرائك، ما بتلاقيهم إلا طلعوا وبيسحبوك لعندن على الآخرة. خلاص شو هالمسح الغليظ هلأ؟ إيه أنا خلقة مرعوب. بحاجتك يا أنا ما بأمن بهالشغلات. أصلاً الأذى ما بيجي من الميتين، هذا شغلنا نحنا. شو يا صاير فيلسوف والله. نعمان اترك إيدي بقى، أنا اللي فيني مكفيني. ها هلأ وقت لأنينا تخلاص معناته ما ضل شي معنا نتسلى فيه اليوم. يلا خلونا نطلع من هون، أصلاً كلنا خايفين. آه
شايف ولا بنات حارتنا مالهم خايفين مثل جنابك؟ لك عيب على شواربكم انت وياه، لازم تخليها تخاف. والمعنى اشرح لنا. اسمعوني منيح شو رح احكي. اسمهان 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 يا حبيبي كم سؤال. كنا شربانين كتير وما كنا واعيين، كنا اولاد بدون عقل، والله كنا اولاد. انا ما بدي اتدخل بخصوصياتك، بس اذا ما حكيت وجعك ما رح تلاقي علاج. بس انا شغلتي مو مشكله عاديه ووجعي ماله دواء، انا ميؤوس من وضعي. بس وقت الواحد بيقع بمشكله وبيضل حابسها جواته، بتعرف شو بيصير فيه؟ بيصير كأنه واقع ببركة طين ومفكر حاله على الأرض، وبيضل عم يغرق فيها من دون ما يحس، لأنه بيكون ماله شايف إلا طريق واحد. الإنسان بهي الحالة بيكون بحاجة لأشخاص حتى يدلوه على الطريق الصح، لهيك أنت فيك تعتمد علي لحتى ساعدك ودلك على الطريق. بس بتحب تحكي رح كون بانتظارك. ها؟ وهي أطيب قهوة من تحت إيدين الصبايا، تفضلوا. ألف صحة بابا. الله يسلمون يا بنتي. تفضل يا أمين. عروستنا. تفضلي نيفي. يسلموا إيديكي. أنا ما قدرت أسحب من تمه ولا كلمة لهالأفندي. القط أكل لسانه. ما رح تحكي لنا؟ أنا مالي مونة بهالموضوع عثمان بيك. لا حول الله. شو قصة الصمت العجيب اليوم؟ وقت بدنا الناس يحكوا بيبطلوا يحكوا. ليش ما عم تحكي يا مين؟ هدى وعثمان بيك من أقرب الناس إلك. ممكن تسكروا على الموضوع؟ أنا ما بدي أحكي ولا كلمة وخلاص. مين انت؟ ولا صوت فهمان؟ وإذا حاولت تطلع أي صوت رح فضي هذا براسك، وكمان رح تاخد الجواب اللي بدك اياه. بقى اهدى لتعرف مين أنا. صار دوري يعني؟ سكر تمك ولا، وحميد ربك إنه ما في عندك بنت، وإلا كنت رح خليك تعرف منيح شو هو الوجع الحقيقي. وقف ولا. كنا سكرانين كتير وما كنا نعرف شو ساوينا، وبعدها كلنا حلفنا إنه ما نشوف بعض مرة تانية. معناتها هلا رح تلتقوا بالمكان اللي رح تتحاسبوا فيه كلياتكم. بس انا كتير ندمان وضميري عم يعذبني كتير والله. ضمير؟ اي ضمير هاد؟ وما دام في عندك ضمير مثل ما عم تحكي جاوبني، ليش ما سلمت حالك لهلا؟ احكي احسن ما خليك مشنوق مثل اختي. هذه كانت اختك؟ والله انا ندمان كتير والله. ولك حاجه كذب، كان لازم تموتوا كلكم، بس الشرطه كانوا صاحين اليوم، كانوا عندك بالبيت مو هيك؟ يلا مو مشكلة، أنا رح أقتلك هون بأرضك مو بأرضي، ولا تواخذني أماني بس مضطر أعمل هيك. وبرأيي ما لازم يهمك الموضوع، لأنه بالنهاية أنت بدك تموت. وأنت شو اللي عرفك؟ كتبت أسماءكم على قطعة قماش، وهالشي ساعدني لحتى لاقيكم. صار لنا سنين ما منعرف ليش هيك صار معه، بعدين اللي عرفت أنه أنتو السبب. الله يخليك، اسمح تركني روح وأنا معي مصاري كتير بعطيك اللي بدك يا. للأسف في شغلات كتير ما بتنحل بالمصاري. أنا أجيت أنتقم منكم وبدي أخذ حق لأختي.
بابا شبك؟ ليش لهلأ ما نمت؟ لا بس حبيت أقرأ شوي بالكتاب قبل ما نام، لأنه إذا بدي نام فورا بعد شغلي أنا متأكد أني رح ضل شوف كوابيس للصبح عن المجرمين. الله وكيلك صاير فيني مثل قائد الحرب ما بيشوف غير عدوه بمنامه وما بيتهنى بحياته، لهيك عم فكر أني ريح حالي شوي. طيب تصبح على خير. آه صحيح هدى. خير بابا شوفي. نيفين حكيت لك شي هالفترة عن الموضوع المهم يلي شاغل باله ليامين؟ لا ما حكيت، بس أنا سألتها بس قالت ما بتقدر تحكي وما حبيت أضغط عليها أبدا. في كتير من العالم بيعرفوا يتعودوا على وجود الوجع بحياتهم بس ما بيتخلصوا منه أبدا، مثل الشوكة الكبيرة لما بتنغرز برجل الحصان وبتوجعه كتير وبيضل هيك لحتى يتعود على الوجع والعيشة معه. هلا نحن ما فينا نلوم الحصان لأنه ما له إيدي يسحبها فيها، وهذا هو الشيء الوحيد اللي فيه يعمله، بس الإنسان ما بيصير يكون هيك. إيه بابا معك حق، بس ما بديك تشغل بالك أبدا ماشي؟ تصبح على خير. أهلين، شو في متحد جميل؟ طيب يلا أنا جاي فوراً. إمتى آخر مرة شفت فيها خليل بيك؟ بنص الليل شفته، أشرت له فواكه بس هو كان شارد وقال لي أنت روح أنا بدي ضل لحالي هون. أصريت عليه أني ضل معه بس ما قبل. طيب وإمتى أجيت ولقيت الجسة؟ يعني الساعة 2 تقريبا، كنت مارق لحتى أشوف إذا بده شيء. طيب شفت شي حدا عم يدور بالمنطقة هون أو شي حدا ممكن تشك فيه؟ أبدا سيدي. ليش المغدور كان لحاله هون؟ يعني ليش ما كان معه حماية؟ أنتوا ما سألتوا عن هذا الشيء؟ أنا قبل شوي حكيت مع المركز سيدي وقالوا لي إنه خليل بيك ما كان بده أي حماية. ومدام الوضع خطير والقاتل مانو معروف مثل ما أنك شايف، كيف بتتركوا الساحة من دون حماية؟ شو هالتسيب هاد؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ ليش ما عم تعملوا اللي عليكم؟ فهمني. ولك في 3 جرائم بالساحة، 3. بس نحن ما قلنا ذنب يا سيدي، هو لا. اللي هذا واجبنا ونحن المسؤولين، والحق علينا ب3 جرائم لأنه ما اشتغلنا منيح. أنا شو بدي أقول لأهالي الضحايا هلأ؟ شو بدي أقول لهم؟ لا تواخذونا نحن ما عملنا واجبنا منيح؟ هي أجوب، بعدين كمال، وهلأ خليل. بالأخير هذا المجرم رح يقتل أكتر من هيك، والمشكلة أنه عم يدور بالشوارع مثل ما بده. وأنا شوفي عندي هلأ عندي 3 جرائم ما بعرف عنهم أي شيء. يلا يا أساتذة، الوقت عم يمرق من إيدينا مثل لمح البصر، الكل يعمل اللي عليه. خليل! 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 بعدولي! ممنوع يا مدام، بترجاكي اهدي شوي لو سمحتي. ممنوع تمري مدام، هيك الأوامر. بس أنا مرتو يا جماعة، حتى لو مرتو يا مدام لو سمحتي. مدام ممنوع تمري قبل ما يخلصوا التحقيق. خلص خلص يا شباب، ما في مشكلة، اهدي شوي لو سمحتي. لو سمحتي تهدي شوي، بترجاكي بدي شوفه. مع الأسف العمر إلك، زوجك راح تحمل جريمة. اهدي اهدي مدام. هاي الصور عبت اللوحة، ونحن لهلا ما كنا نعرف نلاقي القاتل.
السلطان عبد الحميد خان ومن قبل 120 سنة كان يعرفه للمجرم، بس من وضعية الصورة والمعطيات اللي فيها. لا مو بس هيك، كان يختار صور السجناء لحاله من دون ما حدا يساعده، وما في مرة استنتج فيها إلا وكان قراره صح، بس لأنه كان ماشي بالطريق الصح. آخ منكن آخ، لك عجبكم وين صرنا هلأ؟ واضح إنه هاي قصة عداوي وبس، والسبب وراء كل هالجرائم الانتقام. مدام عليا، بصراحة أنا إذا جيت شي يوم ولقيتك عضوة بقسم الجرائم اللي عنا ما رح أستغرب أبداً. يعني شو هالعداوة هي يلي استمرت أكتر من 25 سنة؟ ما بعرف، بس في شي مانو مفهوم ونحن لازم نعرف السبب. كل هالأشخاص انقتلوا بآخر شهر نيسان، يعني ما بعرف، بس حدا منكم لقى شي حادث بنفس التاريخ أو بنفس هاي المنطقة مثلاً؟ دورنا بكل شي سيدي، ما في هيك شي، حتى أسماء المغدورين ما لقينا عليها أي مشاكل بالمرة. خليل قال إنهم كانوا 4 أصدقاء قراب من بعض كتير، 3 منهم راحوا وصفي شخص واحد، يا هو قاتل يا ضحية. نحن جمعنا المعلومات اللي طلبت عن نعمان سيدي. بالأول هو قبطان السفينة. لك شو هالحكي هاد؟ طيب اللولي حكيته معه شي؟ لا ما وصلنا له، هو برات اسطنبول هلأ، قال انه مسافر. اول ما بيوصل على البلد بتحطوه تحت المراقبة فورا، الوقت عم يضيع، صار لازم نحل القضية ونعرف المجرم. اما بابا وينه؟ يعني ما رح يجي على البيت؟ يلا على الورد، عندي ورد كتير حلو وريحته حلوة، والورد للورد. تعي يا أختي تفضلي، تعي يا أخي خد وردة من هون من عندي، يلا تعوا عندي ورود كتير حلوين، تعي خدي. عن جد هالوردات كتير حلوين، بقديش هدول؟ ب150 ليرة، ومشان خاطرك انتي بس ب100 ليرة. اعذريني المرة الجاية باخدهم، هلأ ما معي مصاري بكفوا. تعي لا تروحي، خليني استفتح، هاتي بس 50 ليرة. لا تلفيهم، ما فيني اخدهم، شوفي هدول كل يلي معي. طيب هالمرة خليها هيك، خدي لشوف. بتشكرك، الله يرزقك. تسلمي، انت بنت مثل الوردة والله يحميلك شبابك. أنا رايح هدى. لحظة بابا، لسه هلأ اجيت وبدك تروح؟ على القليل ارتاح لك شوي. هدول المجرمين ما عم يرتاحوا يا بنتي، ونحن لازم نقوم من نومنا ونبقى مستنفرين طول اليوم ونلاحقهم لنوقفهم. ها هدى، لا تفتحي قبل ما تسألي مين اللي على الباب. طلعي من العين، وإذا ما بتعرفي الشخص لا تفتحي وتشغلي بالي. بابا شو شايفني، لساتني صغيرة؟ ايه صغيرة، الولد بعيون أهله دائما بيبقى صغير. بابا شو صار لك؟ صدقيني من كتر ما عم شوف شو عم يصير مع العالم، صار الشيطان عم يلعب بعقلي ويقول ليش انت ما بتكون واحد منهم وتريح حالك بقى. بنتي انت اسمعي كلام ابوكي، ماشي بابا؟ اكيد. خالتي انت وين قلتي ابنك عم يشتغل؟ عم يشتغل بشركة كاليون للإبحار يا ابني. هو قبطان سفينة بهديك الشركة. وهلأ هو وينه؟ هلأ هو مسافر. وامتى بده يرجع لهون؟ عندي خبر يا خالي. ما منعرف امتى بيرجع، بستناه لحتى يدق الباب، وانا مرة ختيارة ما عاد اقدر احفظ التاريخ مثل الاول. بصر له زمان رايح. ابنك كان باسطنبول بالأسبوع اللي مضى،
رجعتي نسيتي السكر؟ ايه ختيارة وبنسى، بس الشباب بينسوا أكثر منا. هي هي شوفوا ليكا هون. بلا ما ناخذ ونقطكم أكثر من هيك. يلا يا من. طيب يا ابني شربوا الشاي تبعكم بالأول. المرة الجاية، هلأ نحن مستعجلين. بس هيك ما بيصير. بخاطرك. مرحبا يا أخي. باخرة كاليون إلكم؟ إمتى راجع من السفر؟ عنا كتير بهالاسم، عن أي وحدة عم تسأل؟ كاليون 8. كاليون 8. هلأ هي بسامسون، ليش عم تسأل؟ القبطان هو نعمان ما؟ مزبوط. أنا فيه كتير لنعمان، وكنت حابب سلم عليه. معناتها أنت إجيت بوقتك، قبل شوي بس اتصلنا بالباخرة، وبعد 200 ساعة بيكونوا هون. شكراً أخي، شكراً. شرفت. بدي منك تجيبي لي ملف السفريات تبع نعمان هافارلي بسرعة لو سمحتي. قديش صار له عم يشتغل معكم؟ هلا هو قبطان ممتاز، وتقريباً صار له شي 10 سنين عم يشتغل معنا هون. برا البلد وجوا؟ هلا بصراحة هو قبطان للرحلات الطويلة، وهو قبطان ملتزم ونحن منأمن له كتير وبنحترمه، وهو زلمة بيحترم شغله كتير وبيهتم فيه. هاي الملف يلي طلبته أستاذ. اقري لي تقرير مفصل عن الشي اللي عم يصير معه. هنن هلأ بالبحر الأسود وراجعين على اسطنبول. وهنن سلموا بضاعة السكر للمعمل بسامسون، وبعد ساعتين منعرف وقت وصول السفينة. أساساً هو بيجي لهون. عادةً هو بيطلع رحلات قصيرة كتير، أحياناً حسب البضاعة وحسب الشغل. فيك تشوفي إذا طلع رحلة بشهر نيسان ب2009؟ طبعاً. لا، هو بهداك الوقت كان آخذ إجازة. بتمنى تكون هاي المعلومات فادتكم بشي. ايه طبعاً، نحن عطلناكم عن شغلكم وهلأ اسمحونا. تفضل سيدي. شكراً يا أمين. ألف صحة. أنا اتصلت بصباح سيدي. وعملنا مثل ما أمرت، وطلعنا أمر بالقبض على نعمان، ورح يجوا عناصر مساندة، وبعدين نحن بعتنا كتاب وحولناه للنائب العام مثل ما أمرت، وهو بيقول إنه في حدث قديم صاير بيوضح الجريمة. هلأ قبطان يعني نعمان هافارلي يا رح يكون هو القاتل أو رح يكون آخر ضحية. نحن لازم نستجوبه، بكره رح يرجع من السفر. بس لازم نستنى شوي. ايه، وشو رأيك انت بهالوقت يا ابني ننهي لك قصتك بقى؟ رجعنا اوف. طيب انا رح استسلم يا سيدي، وهذا هو الحل الوحيد لأخلص منك. في زلمة وقفها لنيفين وعطاها رسالة، ويلي مكتوب فيها هو من مرة كبيرة وعم بتقول فيها إنه أمي، وأنا صرت مثل المجنون. هاي تعتبر فرصة، والواحد ما لازم يجن ولازم يشكر فيها ربه. معناتها أمك الحقيقية لساتها عايشة، وفي احتمال تتعرف عليها. اتعرف عليها؟ شو هالأم هاي؟ مين بده هيك أم؟ أنا كيف بدي أقول أمي لوحدة باعتني بشوية مصاري؟ وأبي طلع مو أبي،
ولعني من البيت وقال شو بده؟ بده يجي على العرس بوقاحة. ونيفين عطته كرت، قمت أخذت الكرت وشقيته ورميته على الأرض. طيب وانت لقيت هذا فعل بيلبق لك؟ هو ضحك علي طول هالسنين وخب عني الحقيقة، ولهيك أنا مو ممكن سامحه. العفو عند المقدرة هو أقوى سلاح عند البشر، وهالزلمة يعني أبوك ما رباك ودار باله عليك مثل ابنه؟ ايه طيب، هو ما كان بده اياك تصير شرطي، وهالشي عمل زعل كبير بيناتكن وفرقكن، وهالشي رح ينتسى ويروح بعد مدة. يا ابني العفو شغلة بتصغر، بالعكس العفو بكبرك. شوف، أما بالنسبة لأمك فحاول تسمعها، شوف شو هي الشروط يلي خلت هالمرة تعمل هيك وتعطي ابنها للعالم. هات فهمني مين بيريد يعطي قطعة من روحه ويبيعها يا ابني إلا ما يكون في سبب اضطر لهيك. الاضطرار بيخلي الواحد يغلط أحيانا، وبما أنه أنت وقعت بالحفرة فما رح تشوف الوضع بالشكل السليم يا يامن. بس يا سيدي ما بدي بس ومس يا يامن، العفو هلأ هو أفضل شيء، وبدك تسامح، بدك تسامح مثل ما سامح قلب سيدنا يوسف إخواته بعد ما ظلموه، وبدك تسامح مثل ما سامح كتير من الناس انظلموا من أقرب الناس إلهم وقدروا يغفروا لهم، وبدك تسامح مثل ما سامح السلطان عبد الحميد هدول الأشخاص يلي كانوا بدهم يختالوه. شوف 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 شوف، اسمع هالشغلة منيح. عن أنس رضي الله عنه كان يقول إنه بكل دعوة للقصاص كانت توصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، كان يأمر فيها بالعفو عنهم. شوف نحن هلأ بأيام فضيلة، حتى نبينا الكريم سامح زوجته. أوه يلا خلينا نتحرك، الباخرة صارت بالمرفأ ونعمان بيكون صار بالشركة، يلا خلينا نقوم. قبطان نعمان لحظة شوي، انت نسيت توقع على الوراق. لا تواخذني، خليتك تيجي ورائي. عادي، اساسا انا من زمان ما عاد حسيت برجلي من القعدة، وهيك بكون حركتهم. شكرا. شكرا. وقف شرطة، ارفع ايديك ارفع. بس ليش؟ انا شو عملت؟ شو جرمي؟ بالمركز رح تعرف. انت رح تكون هنيك ضيفنا لفترة، خذوه لشوف. ليش اخذيني؟ فيني اعرف؟ اذا حكينا هلا ما حيضل شي للمكتب. لا تخاف، بعد شوي رح تعرف كل شي. مقبوض عليك بتهمة 3 جرائم، وفيك ما تقول شي هلا. الشرطة أجوا قبلي وأخذوه لنعمان. أختي رح أنتقم لك، ورح خليه يعيش ويدوق نفس اللي نحن عشناه، ورح يعرف هالكلب منيح شو عمل فيكي ويندم على كل شي، ورح أنقذ روحك وروحي من العذاب. أنا بوعدك، بوعدك أختي. أجوب سرفيان، كمال بالتاجي وخليل أتكان، تعرف هالأشخاص الثلاثة؟ فيك ما تجاوب على أي سؤال يا سيد عمان. لا يا أستاذ، خلينا نفهم. إيه بعرفهم. من وين بتعرفهم؟ من حي مصطفى باشا، ثلاثة كانوا أصدقائي، كبرنا بنفس الحارة. وكيف كانت صداقتكم وقتها؟ كنا لساتنا شباب، وإنتوا بتعرفوا كنا نمشي سوا، وكنا ناكل ونشرب سوا، وكنا منسجمين، بس من زمن طويل ما شفنا بعضنا، وزعلت كتير على موتهم، كنا قراب من بعضنا. فيك تقلي ليش كلياتكم تركتوا الحارة بنفس هداك الوقت؟ صدفة على ما أظن، لما أهالينا قرروا ينتقلوا اضطرينا ننتقل معهم.
ما دام كنتم مقربين لهالدرجة، ليش ما حاولتوا تتصلوا وتشوفوا بعضكم؟ أنا صرت بحار وحياتي عم بتمر وأنا بالبحر، وقت عم بكون باسطنبول كل وقتي لعائلتي. يبدو أن وضع مواكلك صعب كتير يا أستاذ. نحن راجعنا كل مكالماته وشفنا أنه أبداً ما حاول يتصل فيهم، وحتى عائلاتهم ما شافوا بعضهم. بس النقطة الوحيدة المشتركة بين المغدورين الثلاثة هي صداقة موكلك أيام الطفولة معهم، كمان علامات البحارة بالجرائم الثلاثة. سيدي المفتش، هي مجرد شبهات، ويا ترى في بين إيديكم دليل؟ مين هالشهود؟ مدام حضرتك من مصطفى باشا الكبير، معناتها أنت بتعرف منيح قصة الوزير مصطفى باشا القديمة. مصطفى باشا ابن درويش، هذا كان وزير السلطان بيزيد الثاني بهداك الوقت، وقت صار الصراع بين أولاد السلاطين على عرش أبوهم السلطان، راح وساند الأمير أحمد. بس وقت استلم الأمير الحكم بانت نواياه وانكشفت ألعيبه، وبالنهاية هو بيطلع بالهجوم يلي ضد الأمير أحمد ليتولى الحكم عنه بهداك الزمان، وبيقوم بتبليغ الأمير أحمد بكل شي بيصير ومن تحت لتحت كمان. وهدفه كان أنه يطالع الأميرين من اسطنبول وتشكيل جماعة إرهابية منهم، ويصير نزاع كبير بين الأخوة. كان مفكر أنه رح ينجح، بس نيته السيئة ما خفيت عن عيون السلطان، وكانت النتيجة واللي ما حدا قدر يتوقعها أبداً. مصطفى باشا بيدفع روحه تمن لنواياه الخبيثة كلها. اوعك تكون عامل شي شغلة ومخبية علينا ومفكرها شطارة، وإلا صدقني ما رح تكون نهايتك أبداً أحسن من نهاية مصطفى باشا الكبير. كيف قتلوهن؟ الثلاثة ماتوا خنق بالحبل ومربوطين ربطة بحار. بربطة بحار؟ أنا ما عملت شيء، لا أنا ما قتلتهن. فودي، فودي ليه؟ حاجة تبكي، امشي اطلعي لفوق. يلا عم قلك امشي. Ha ha ha!